السلام عليكم ورحمة الله. كيفاش نقول بالفرنسية يؤدي إلى أو يسبب؟ alors يسبب أو سبب بالفرنسية هي causer ولا provoquer. causer provoquer، كنقولوا les causes هما الأسباب. يؤدي إلى، ممكن نقول يؤدي إلى، على تقريبا نفس المعنى ديال يسبب أو سبب. دونك يؤدي إلى بالفرنسية هي mener à ولا entraîner. دونك mener à, entraîner, causer, provoquer هما دي سينونيم، كلمات اللي عندهم تقريبا نفس المعنى. نشوفوا الاستعمال ديالهم دابا في دي فراز. alors ممكن نقول les disputes entre les parents، les disputes داك المدابزة خاصمة entre les parents، ما بين الوالدين، cause كتسبب، provoque كتسبب، entraîne تسبب، des troubles اضطرابات chez les enfants عند الأطفال. دونك هذا واحد السوجي اللي ممكن نتناقش في لا برودكسيون إكريت، هو لي ديسبوت أنتخ لي بارون أو بيان لي ديسبوت دي بارون دوفون لوغ زونفون، قدام الأبناء ديالهم. ممكن نقول أيضا لي ديسبوت أنتخ لي بارون مين أ، ممكن نبدل هاد كوز بروفوك أنتخين بلو فيرب مني أ، كيما عندنا هنايا غير هاد لو فيرب مني كيخصني نزيد معاه ديما هاد لا بريبوزيسيون أ. دونك هنا كوز ولا من ا دي تروبل شي لي زونفون. ممكن نضيف واحد المثال اخر، لا بوليسيون دو لير، تلوث الهواء، كوز يسبب، بروفوك يسبب، انترين يسبب او يؤدي الى، من ا يؤدي الى. دونك من ا بروفوك انترين دي مالادي ريسبيراتوار، امراض تنفسيه ولا امراض تصيب جهاز تنفسي. دونك هنايا في هذا الفيديو شفنا اربعه ديال العبارات، اربعه ديال لي فيرب، كاتر فيرب، باش نعبر ونتكلم على الاسباب اللي كتؤدي لشي ظاهره او شي نتائج سلبيه.